اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بما خلقتنا، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بنعمة القرآن، ولك الحمد بنعمة الأهل والمال والمعافاة، لك الحمد سيدنا ومولانا. اللهم ما أصبح وأمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نتوب إليك فاقبل توبتنا، يا من دل على نفسه بالكرم فقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، يا الله اقبل توبتنا واعفو عن سيئاتنا. اللهم اقبل توبتنا واعفو عنا سيئاتنا، لك الحمد يا الله أظهرت جميلنا، اللهم إنك أظهرت جميلنا، اللهم إنك سترت قبيحنا وأظهرت جميلنا، لم تأخذنا بالجريرة ولم تهتك عنا الستر يا رب العالمين، يا مبدئ النعم يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، واغفر لنا ولا تؤاخذنا. طول اللهم في طاعتك أعمارنا، وسع اللهم من حلالك أرزاقنا، وعافنا في أبداننا، واحفظنا في أجسادنا، واحفظنا في أهلنا وأولادنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا ومن المتوكلين عليك فاجعلنا، وعن هذه الدنيا الفانية فزهدنا، وفيما لديك يا رب العالمين فرغبنا، وأحسن الخاتمة لنا، وارزقنا الشهادة عند انقضاء أجالنا، ولا تخيب فيك رجاءنا. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا، يا أحد من لا أحد له، ويا سند من لا سند له، انقطع الرجاء إلا منك يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا في غزة وفي فلسطين، اللهم أغث إخواننا في غزة وفي فلسطين، اللهم أغث إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم أطعمهم من الجوع، اللهم أمنهم من الخوف، اللهم اكلاهم واحفظهم يا رب العالمين. باسمك الرحمن الرحيم يا الله انظر إليهم بنظرة الرحمة يا رب العالمين. اللهم اكلأهم بحفظك وعنايتك يا رب العالمين. اللهم بحق قولك إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ادفع عنهم يا رب العالمين. اللهم بحق قولك وكان حقا علينا نصر المؤمنين، انصر عبادك المجاهدين.
اللهم بحق قولك فانتقمنا من الذين أجرموا، انتقم انتقم يا رب العالمين من الصهاينة المجرمين، اللهم انتقم منهم يا رب العالمين، أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم يا رب العالمين، اللهم إنهم طغوا وعاثوا في الأرض مفسدين وإنك لا تحب المفسدين، اللهم إنهم قتلوا الأبرياء والمساكين وإنك لا تحب الظالمين، اللهم انتقم منهم يا رب العالمين، اللهم حرر المسجد الأقصى من براثن الكافرين، نسألك يا الله فاستجب دعاءنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، أصلح أحوال أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، أعد الأمن والاستقرار إلى كل بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظ هذا البلد واجعله آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، أصلح اللهم في ذرياتنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا ولكل من سبقنا من أهلينا إلى الدار الآخرة يا رب العالمين، اللهم ارحم موتى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم برد مضاجعهم ونور لهم قبورهم وافسح لهم مدخلهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والمعاصي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم برحمتك نسألك فاستجب دعاءنا، لا تحرمنا بركة شهرنا هذا ولا تحرمنا بركة ليلة القدر منه يا رب العالمين، وأت كل واحد منا سؤله يا الله يا كريم، اللهم أت كل واحد منا سؤله يا رب العالمين، اللهم أت كل واحد منا سؤله فيما يرضيك عنه يا الله يا كريم، اللهم أيما عبد أو أمة تقبلت دعاءهم فأشركنا في صالح ما يدعونك به وأشركهم في صالح ما ندعوك به، واجمع اللهم أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم يا رب العالمين.